زيادات وتعويضات وتسوية ملفات نص عليها الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة التعليمية الاكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية من اجل حل ازمة الاضرابات في قطاع التعليم ينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين متساويين في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025 وفيما يتعلق بالملفات الفئوية يقضي الاتفاق بالرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة الخامسة بمبلغ شهري يساوي ألف درهم ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي تأهيلية وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهرية 500 درهم. من بين النقاط الرئيسية الواردة في محضر الاتفاق نجد أيضا الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في ألف درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% مع جعل القيام بها اختيارياً. كما ينص الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية من السلم العاشر الذين تم توظيفهم الأول بالسلم التاسع المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 اقدميه اعتباريه مدتها اربع سنوات تحتسب لاجل الترقي الى الدرجه الاولى من السلم الحادي عشر بعد استيفائهم للشروط المطلوبه للترقي، وتسويه ملف اساتذه التعليم الابتدائية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والاداره الذين تم توظيفهم الاول في السلم السابع او السلم الثامن المرتبين في الدرجه الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023 وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد كما شددت السلطات الحكوميه على انها ستواصل اشغالها للدراسه والمصادقه على النظام الاساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها اثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيه الوطنيه